مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اهلا بالاصحاب، حلقه فيها معلومات واخبار واكيد قصه خبركم اياها، بس بدايه وبتل كل حلقه بكون عم بخبر عن التصرف الحسن يلي بقدر اعمله بالبيت او بالمدرسه او بالحي يلي ساكن فيه. اليوم يا اصحابي رح بحكي عن موضوع الفطور الصحي كل يوم، شو لازم اكل الصبح وليش لازم اتروق الصبح. أولاً الترويقة يا أصحابي كتير مهمة لأنه بتقدم للإنسان كتير من الطاقة اللازمة لنهاره، فنحن بحاجة لطاقة ولقوة تا نعمل النشاطات ونروح على المدرسة ونكون منتبهين. فبعد النوم كل إنسان يعني الماما والبابا وأنا وخيي وأختي وأصحابي كنا نحن بحاجة للطاقة للإنرجي، من هيك مهم كتير أنه نتروق وناخد بناكل الطعام. وكمان بتساعد الترويقة انه نبلش نهارنا بمزاج جيد، وبالترويقة نقدر ناكل البيض، اللبنة، الجبنة، حيالله ساندويش، الكورن فليكس، الحليب، الشاي وإلى آخره. ومن بعد الترويقة يا أصحابي ما تنسوا انه تفرشوا سنينكم منيح. قصتنا لليوم بتحمل عنوان لماذا يجب وضع كمامة؟ قصتنا اليوم عن لما. لما ما بتحب أبداً إنه تحط الكمامة، بس الكمامة كتير مهمة يا لما، قالت لأمها. وإمها تلحقها من أوضة لأوضة تتحط لما الكمامة، بس تمام بتقلها لأمها أنا ما بحب حط كمامة، بتضايق منها. بس قالت لأمها لازم تحطي الكمامة تما تلقطي أي ميكروب، الكمامة ضرورية يا بنتي. بالسيارة بيا للما عطيها كمان كمامة وقال لها يا لما خلال وجودك بالمدرسة لازم دايما تكوني عم تحطي الكمامة. بس لما مثل العادة ما بتحب تحطي الكمامة، فخطرت على باله للبي فكرة، رسم على الكمامة وردة وشجرة وبيت وقال لها يا للما يا بنتي هيدا بيتك وهيدا الحديقة يلي حد بيتك، من هيك حط الكمامة وهيك بتتذكري دايما البيت وبتتذكري الحديقة. وهيدا يلي صار، لما كتير حبيت الكمامة يلي صارت ملونة وحطتها طول النهار، وصارت كل يوم خلال ذهابها للمدرسة بيا أو إما يرسموا لها شي على الكمامة تتحط لما الكمامة. بسيني أو كلب، اليوم يا أصحابي رح بحكي عن الأوكابي. الأوكابي أو الأوكاب هو حيوان ثدي موجود بأفريقيا الوسطى، وهو من نفس عائلة الزرافة، يعني هو بيقرب الزرافة بس أكيد هو أصغر منا بكتير. لونه غريب وشكله كمان غريب، فهو مؤلف من عدة ألوان وأرجله أو الأقدام تبعوله مخططة بلون الأبيض والأسود. لسانه لونه أزرق ولسانه بيشبه كتير لسان الزرافة، وهو كمان بيشبه الحمار الوحشي بالخطوط يلي موجودين على الأقدام تبعوله. يتصف الأوكابي أو الأوكاب بالخجل، من هيك ما منشوفه كتير بالغابات. أسئلة صديقنا بوبو، كل حلقة صديقنا بوبو بيطرح علي سؤال، واليوم عم يسألني كيف تصنع الأطباق والأكواب والصحون. لكن يا بوبو بحب قلك إنه الكبايات والصحون تصنع من المواد البلاستيكية، بس كمان في كبايات وصحون تصنع من الإزاز، وفي كبايات وصحون تصنع من الفخار، وحتى في كبايات وصحون تصنع من الحديد. وبعض البلدان كمان بتصنع الأكواب والصحون من الخشب.
من هيك الإنسان القديم من زمان من زمان من زمان، يعني الإنسان الأول كان يصنع الأكواب والصحون من الفخار، يعني من التراب. بس بحب لك يا بوبو وأكيد لكل أصحابي أنه جميع الأطباق، يعني الكبيات والصحون وكل شيء بنستعمله نحن وعم ناكل، كله لازم يتغسل من بعد الاستعمال. لح اتعلم شيء جديد اليوم يا أصحابي، لح بحكي عن آلة القانون ولح بخبركن عنها. آلة القانون هي آلة موسيقية أكيدة، هي بتعزف الألحان الشرقية، يعني بتعزف الموسيقى الشرقية العربية، وهي آلة موسيقية أساسية للموسيقى العربية. بيتألف القانون أو آلة القانون من 78 وتر، وهي مصنوعة هيدي الآلة من الخشب الملمع. وفي كتير 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 أطفال بيتعلموا بالكونسيرفاتوار وأكيد بيتعلموا بالمدارس الموسيقية على آلة القانون. بفقرتنا الأخيرة ماذا لو؟ دائما السؤال اللي بنطرحه ماذا لو؟ سؤالنا لليوم ماذا لو أريد أن أسحب صندوقا من مكان مرتفع؟ أولا بقدر أحط سلم تقدر أسحب هيدا الصندوق، بس لازم أكون أعرف استعمل السلم. إذا ما بعرف أطلع على السلم وما عندي توازن أبدا ما بستعمل السلم. ثانيا يا أصحابي، إذا كان الصندوق كتير عالي وما بقدر أسحبه بقدر أطلب المساعدة من الماما أو من البابا. وقت بدي أسحب الصندوق بدي أسحبه بكتير كتير بروية وبهدوء، ما بقدر أسحبه بقوة لأنه يمكن الصندوق فيه كتير غراض ويكون كتير تقيل يقلب علي ويأذيني. من هيك بدي أكون عم بسحب الصندوق بطريقة كتير هادية. وكمان بقدر أطلب المساعدة من الماما أو من البابا إذا كان الصندوق بارتفاع كتير عالي، يعني هو كتير بعيد عني، أكيد بقدر أطلب المساعدة من الماما أو من البابا. وكمان لازم انتبه إذا أنا بدي أسحب الصندوق انتبه ما يكون الصندوق كتير تقيل علي، لأنه معقولة يقلب علي ويشكل خطر علي. من هيك بدي أكون كتير منتبه أنا وعم بسحب الصندوق. بنهاية حلقتنا أنا كتير انبسطت أنه رفقتكم بحلقة جديدة، وإذا الله راد بشوفكم بحلقة جديدة. الله يكون معكم.